القانون لوزارة الصناعة التقليدية والسياحة والاقتصاد الاجتماعي والتنموي. يرحبون بكم السيد النائب الغنماني رئيس المجلس المكتب المسير لجمعية تلفزيون. مرحبا بالسادة أعضاء المكتب الرسمي برئاسة سيادة عالم الاقتصاد الاجتماعي والتنموي. رئيس جمعية تيميزان لمهرجان الفضة. كما لاحظتوا معنا اليوم افتتاح فعالية النسخة 11 ديال المهرجان اللي دائما تحت الشعار ديالو الدائم اللي هو الصياغة الفضية، هوية، إبداع وتنمية. المهرجان بعد التوقف ديالو ديال 3 سنوات استأنف النشاط ديالو. الحمد لله هذا معطى إيجابي، خصوصا لأن الشركاء داروا الثقة في هذا المهرجان لأنه كيتعتبر من المحطات الكبرى ديال المدينة وديال الإقليم في الجهة ديالنا وفي الوطن ديالنا. هذا المهرجان اللي عنده التيمة ديالو والهوية ديالو اللي هي الصياغة والصناعة التقليدية اللي مرتبطة بالصناعة التقليدية، مرتبطة بواحد المجموعة ديال التقنيات في المجال ديال الصناعة التقليدية كما شفتوا معنا اليوم في الافتتاح ديال هذه الدورة. إبداعات ديال الصناع التقليديين من خلال المفاجأة اللي كانت عبارة على واحد الرباب، يعني الجانب الفني حاضر مع الجانب ديال الصياغه وديال الابداع من خلال هاد التحفه هذه اللي صوب هاد المعلم القرش حماد. هذا تيعطي دليل على ان الصياغه الفضيه بخير وشاده الطريق ديالها، خصوصا مدينه تيزنيت اللي فيها واحد المجموعه ديال المبدعين في هذا المجال هذا. وخير دليل على ذلك هو انه مؤخرا تم تأكيد على واحد التقنية اللي هي ديال الطلق الزجاجي من خلال التثمين ديالها ومن خلال ليسيسكو اللي اعترفت بأنها التقنية هذه تقنية مهمة وتقنية كتنتمي لمدينة تيزنيت واللي كيمتهنوها واحد المجموعة ديال الصياغين اللي الحمد لله غادي يوصلوا هاد الحرفة ديالهم لصناع تقليديين آخرين. المهرجان في الحجم ديالو عنده فقرات متنوعة فيها الشق الأكاديمي من خلال العروض الأكاديمية اللي غادي يديروها واحد المجموعة ديال الباحثين في هذا المجال. كاين كذلك الشق ديال التبوريضة والخيل والفروسية كما كتسمى اللي عندها العشاق ديالها، عندها الهوة ديالها في المنطقة ديال تيزنيت. جمعيات كبيرة اللي غادي تشارك أكثر من 150 فارس اللي غادي يشاركوا إن شاء الله على مدى 3 أيام. سهرات كبرى كذلك غادي يحيوها فنانين مرموقين محليا وجهويا ووطنيا. كذلك ما غاديش نساو بانه غادي يكون واحد عرض للازياء والحيل التقليديه اللي كنختموا به دائما الفعاليات ديال المهرجان. اذا احنا امام واحد الاسبوع اللي حافل بالعروض الفنيه وكذلك محطات تسويقيه والمهرجانات بحد ذاتها، وحنا هذا كنعرفوه لاننا فاعلين في القطاع، انها واحد المحطه اللي الوقع ديالها على المدينه كيكون كبير بزاف من خلال ان الفنادق تتكون ممتلئه، حجوزات كاينه في مدينه تيزنيت. الحمد لله هذا معطى جد ايجابي واللي الحمد لله كنتمنوا ان هذا المهرجان هذا ياخذ
الطريق ديالو ويبقى من المحطات الكبرى ديال المهرجانات الوطنيه. وشكرا لكم. مهرجان تيميزار يعني يعتبر من اهم المحطات الفنيه على الصعيد الجهوي والوطني. ما يميز هذه الدوره برنامجته الفنيه المتنوعه يعني اللي كتشمل جميع أذواق سواء الجمهور المحلي والجهوي والوطني. هذه السهرات إن شاء الله اللي غيكون على مدى 3 أيام، يوم الخميس اللي غتكون افتتاح ديال المجموعة المحلية نجوم تامونت، وأيضا الفنان الكبير سعيد أسمغور وحميد السرغيني وفيفان الراب دومبيغ وايضا الاسطوره الامازيغيه عبد الهادي ازنزرن. بالنسبه لليوم جمعه ان شاء الله يعني يوم ثاني من السهرات اللي غيعرف مشاركات محليه ولد الشيخ وايضا الفنان الكبير علي شهاد وايضا رشيده طلال واعراب اتيكي وايمان السرحاني. في اليوم الاخير اللي غتكون يعني مشاركات لالماع ايضا نجوم سواء المحليين والجهويين والوطنيين اللي غيعرف مشاركات لمجموعتين محليين هي مجموعه اغبوله ومجموعه اندوكال انتفراوت وايضا عائشه تشنويت والحر وفن الشعبي سعيد صناجي. هذه الدوره يعني لارتئينا لتلبيه جميع اذواق الجمهور سواء المحلي والجهوي والوطني، وهذه النسخه ان شاء الله يعني دائما ستكون احسن دوره رغم التوقف لمده 3 سنوات، ولكن ارتئينا لتكون هذه الدوره احسن ان شاء الله.